السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم 5 أدوات لمحاكاة الألعاب في المستقبل. سايبرث فيرتشولايزر أداة أكثر واقعية للمحاكاة، تتفاعل من خلالها مع طبيعة اللعبة بالكامل، وبالنظر إلى الجزء الخاص بالتحرك داخل اللعبة يمكنك أن تصول وتجول دون النظر لاتساع غرفتك لأنها مزودة بقطعة تساعدك في ذلك. من خلال القرص الدائري يمكن الالتفاف والقفز وعمل ما تشاء من حركات غريبة، كلها متاحة داخل اللعبة ولا يمكن لك أن تفوت شيئا على الإطلاق. ProveR. هذه الأداة هي عبارة عن مجموعة مجسات وملتقطات للحركة، توصل بجسم وتعمل على توصيل العالم الحقيقي بالعالم الافتراضي للعبة. كل ما عليك أن تتصل بالتلفاز وسوف يقوم الجهاز بتحويل أي حركة تقوم بها إلى حركة داخل اللعبة. إمساكك لسلاح، ضربك لأحدهم، قيامك بحركة خاصة، أي شيء سوف يتحول إلى تصرف داخل اللعبة. ستيم سيستم،
تتيح لك هذه الخوذة بعد ارتدائك لها المشاهدة المجسمة لأي لعبة. وعندما تقبض على ستيم في يدك، يمكنك أن تفعل ما تشاء داخل اللعبة بالإيماء فقط. فقط انظر حولك واستعمل أصابعك في التعامل مع طبيعة اللعبة. تفاعل مع ما يحدث حولك أيًا كان. هذه الأداة سوف تنهي جميع الألعاب وأنت جالس في مكانك لا تتحرك. ولا مزيد من استخدام أدوات التحكم التقليدية المرهقة والمملة. Reactive Grip. هذه الأداة مميزة أكثر من السابقات قليلاً. فبعد عملية التفاعل مع اللعبة، يمكنك أن تشعر بردة الفعل الطبيعية لما يحدث كما لو كان حقيقياً. مثل ردة فعل المسدس، سوف تشعر بها وكأنها حقيقية. ارتطامك بحائط أو شخص داخل اللعبة، سوف تهتز كما لو كان الأمر يحدث حقاً. هذه الأداة أقرب إلى الواقع أكثر من أي واحدة أخرى. ديكسيمو قفاز، هل يبدو كذلك؟ الأمر أكثر تعقيداً من كونه قفاز. إنها أداة تتحكم بالألعاب ولكنها بالغة الدقة. بعد ارتدائك لهذه القفازات، حتى ترقعة الأصابع سوف تتحول إلى محاكاة داخل الشاشة. التفاعل الكامل مع الأجسام والبيئة المحيطة داخل اللعبة أمر يكاد يكون بسيطاً بالنسبة لإمكانات هذه الآلة.
هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.